واصل المصريون في ميدان التحرير وفي مختلف مدن البلاد احتفالاتهم بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة مؤقتا، أعلن تكليف الحكومة الحالية بتسيير شؤون البلاد مؤقتا. ثالثا، قيام الحكومة الحالية والمحافظون بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية. المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد كذلك بإعادة الأمن إلى البلاد وتلبية تطلعات الشعب في إحلال التغيير الديمقراطي، فيما لم يفصح بعد عن المسار الذي سيسلكه لإجراء هذه الإصلاحات.